خلينا نتصل على ماما. ألو، السلام عليكم. ألو. هلا وعليكم السلام، كيفك يا بنتي؟ ايوه الحمد لله. والله يا ماما انا تعبتني، شغالتي شكلي بغيرها خلاص. ليش يا بنتي ايش سويت لي؟ يا ماما من اول اقول لها جيبي لي كاسه مويه ولسه ما جابت لي كاسه مويه، ما ادري حضرتها متى تصحى. وكنا البارح سمرانين عندك والبيت كان حوسه، اكيد رتبت بعد ما خرجنا، يعني يا عيني عليها تعبانه. مش المشكله، حتى احنا نمنا زيها وصحينا. يا بنتي اذكري كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الله رفيق يحب الرفق، لازم ترحمينها لان الراحمون يرحمهم الرحمن. يا بنتي طيب يا ماما، باذن الله مع السلامه. فعلا امي مع احد، لازم اقوم اعتذر للشغاله. انت نعم امي. اندى اعتذر منك وانا غلطانة في حقك، والله يديك العافية، واليوم راح تاخذين اجازة وما راح ينخصم معك. جزاك الله خير امي، جزاك الله خير امي، شكرا 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 يا الله. مسلم كويس، مسلم كويس، شكرا امي. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.